مرحبا بكم في قناة ماما بدنا نعملو كرواسون سالي. عسلامة، مرحبا بكم. باش نعملو كرواسون سالي ساهل برشا وبنين. باش نعملو بات حاضرة، انا نفصلو الاصفر على الابيض. الاصفر هذاك باش ندهنو به من بعد الكرواسون باش نعملوهم، والابيض باش نزيدوه للخليط. باش نطيب زوز عظمات باش نحطهم في الخليط من بعد. الحشو باش نحط فيه كيما تراو سلامي، العظمة اللي طيبتها مع الدنوس، تون، وفرماج رابي. تنجموا تحطوا المكونات اللي تحبوا عليها انتما. باش نحط ثلاثة عظمات، بديت نحط بالعظمة بالعظمة خاطر اني والمكونات متاعي. كان عظمة كفيت هاو نسيبون، كان ما كفيتش تزيد، كل مرة تزيد لين تلقاه الخليط ولا مريقل. حطيت في الاخر ثلاثة عظمات، خلطوا كل شيء مع بعضه. سلامي ما حطيتوش على خاطر باش نعمل شطر بالسلامي وشطر بلاش، لكني في الاخر نسيت ما حطيتش السلامي، وليت الخليطه اللي بقالي زدت العظام وحطيت له سلامي وعملته طاجين. كرواسون بنين، كان عجبتكم اشتركوا في قناة ماما. سا
سهلة برشا، ننصحكم تجربوها وما تنسوش تشتركوا في القناة.